اليوم سنتحدث عن عملية فتح حساب مصرفي لعملاء الشرق الأوسط في سويسرا. لماذا حماية ترباتك خارج مكان كمتك؟ الوضع السياسي، خطر المصادرة، خطر الإفلاس، حماية العائلة، توزيع الثروات وتوزيع المخاطر، تثقيف أفراد الأسرة من الشباب للتعامل بشكل منفتح مع الحسابات المصرفية والأمور المالية بسن مبكر، أن يكون جزء من الأصول الخاصة بك خارج البلاد تحسباً لأي طالب. مقولة لا تضع كل البيض في سلة واحدة. لماذا سويسرا؟ استقرار الوضع السياسي. سويسرا بلد آمن ومحايد، تعتبر مركز أوروبا أيضا. وجود الخدمات المصرفية المحترفة مع إدارة الأصول بالطريقة التقليدية السويسرية، موظفين متعددي اللغات ومتعددي الثقافات، توافر المصارف السويسرية في جميع أنحاء العالم، الخدمات المصرفية السرية، الشفافية والاستمرارية. كمثال، الحساب المصرفي للزعيم الروسي لينين تم حمايته خلال مراحل الثورة، الاتحاد السوفيتي ومن الحربين العالميتين الأولى والثانية. ما هي المنفى من كابوتان بارتنرز؟ كابوتان بارتنرز سيقوم بتقديمك لبنك بسمعة ممتازة ومهم جدا أيضا لمصرفي محترف ومن ذوي الخبرة المهنية المصرفية، أو لصاحب البنك السويسري فورا إذا دعت الحاجة. المصرف الخاص بك يأخذ المكالمة الهاتفية حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. المصرف الخاص بك هو مثل الطبيب الخاص في المنزل، وهو مشروع طويل الأجل ومشمول بعائلتك كلها. نفاوض ونضع شروط التعامل الخاصة والأفضل بالنسبة لك. نحن على دراية بالسوق المصرفي السويسري ومستوى التكاليف المطلوبة. نختار أفضل مديري الثروات الخارجيين ونقدم فقط التقارير الموثقة والمدققة. إنزو كابوتو الشريك المؤسس كان المستشار القانوني الخاص لدى UBS والمدير التنفيذي للجمعية السويسرية لمدراء الأصول، له دراية ممتازة بالقطاع المصرفي الخاص السويسري. بعض المنافع والمزايا: خدمات إدارة الأصول بشكل محترف التي تعتمد على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالطبع بالتعاون مع المصارف السويسرية الحائزة على أعلى التصنيفات والتي تقدم بالطبع الخدمات المصرفية الإسلامية، المساعدة من الألف إلى الياء بموضوع الانتقال والعيش بسويسرا، التخطيط المبكر لموضوع الوراثة ومساعدة أسرة أو ورثة العميل بعملية انتقال الأصول بشكل آمن وسريع. يمكننا زيارتك ببلدك أو حسب رغبتك. نحن نقدم المشورة مع الشركات الخارجية الأوفشور لترتيب موضوع تملك طائرة خاصة بك أو يخت خاص بك. نساعدك في موضوع الاستثمار في المجال العقاري. كيف يحمي كابوتان بارتنرز عائلتك ونفسك بكوتا بديلة؟ نقوم بترتيب مكان الإقامة الثاني بالنسبة لك. نرتب موضوع التعليم لأطفالك مع أفضل المدارس السويسرية. يمكننا القيام بتثقيف أولادك لتعلم الأمور المالية بسن مبكر. يمكننا ترتيب الحصول على جواز سفر ثاني بشكل قانوني 100% مع التوطين هنا في سويسرا عن طريق برنامج الاستثمار. نقوم بترتيب إجراءات الانتقال إلى سويسرا بطريقة سلسة وآمنة. نحن نقدم خدمات مكتب العائلة وتخطيط الميراث بشكل متكامل. لماذا كابوتان بارتنرز؟ مكان واحد وخدمات متكاملة وشاملة تقدم من أحد أفضل وأكبر مكاتب المحاماة المتخصصة بالمصرفية الدولية ذات السمعة الطيبة في سويسرا. نحن نتكلم لغتك ونفهم ثقافة ومتطلبات الشرق الأوسط. نحن مستشارون متعددي اللغات والثقافات ونتحدث اللغة العربية. نحن مستقلون ولدينا الحرية الكاملة التي تمنع عنا أي نوع من أنواع تضارب المصالح. نحن نرتب كل شيء ليكون لفائدة ومصلحة العميل.
يمكننا ترتيب كل تفصيل ليتناسب مع التوقعات والاحتياجات الخاصة بالعميل. تعاوننا سوياً هو مشروع شراكة طويل الأمد. إذا لديكم أي استفسارات لا تترددوا بالاتصال بنا فوراً. أنا أحمد جالمبو، مدير ثروات ومسؤول إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تليفون 00417646 7788. شكراً لوقتكم. كن ثري وستبقى ثري بإذن الله. نراكم قريباً ونترككم بحفظ الله ورعايته.